نشوف الاتحاد السكندري وايه اللي بيحصل في الاتحاد السكندري. مدير الفني بتاع الاتحاد السكندري ورئيس نادي الاتحاد معانا هاني العوضي الناقد الرياضي من الإسكندرية. هاني ازيك؟ يا صباح الفل. صباح الفل عليك استاذ غائي، واهلا بيك وبالساده المشاهدين. اخبار زوران ايه؟ احنا عارفين ان هو طلب ان هو يمشي يغادر نادي الاتحاد. هو بالفعل زوران من يومين كان في اجازه يوم، تاني يوم فوجئ البعض، فوجئنا ان هو ما راحش التمرين، لا هو ولا المساعدين، سواء المدرب العام التونسي او مدرب حراسه المرمى المغربي. ودي وضعت النادي في مشكله، وتبقى تحصل لاول مره في تاريخ نادي الاتحاد ان مدير فني ما ينزلش التمرين ويقول ان هو ماشي او عنده اسباب خاصه للرحيل. الاسباب دي قطعا، لكن بعض المحاطين دي كانوا بيروجوها. لكن قعد مع استاذ احمد عبد المجيد نائب رئيس النادي، طبعا ده كان في غياب الاستاذ محمد مصلح اللي هو ما زال متمسك بسالته. الاستاذ احمد عبد المجيد وصل مع زوران ان هو يكمل. المعلومات اللي طلعت من الاجتماع ان زوران كمل بسبب الشرط الجزائي. زوران كان المفروض يدفع شهرين شرط جزائي اللي هم حوالي 50,000 دولار، بالاضافه ان هو كان عليه عقوبات ماليه من لجنه المسابقات تصل ل 50,000 جنيه. فزوران رفض يدفع المبالغ ديت، وبالتالي نزل مضطر للتدريبات. طيب المحيطين بيه بيروجوا، يعني ليه السبب ان هو عايز يمشي؟ هل هو علشان يعني موضوع العقوبات يعني؟ اللعيبه تحولوا لموظفين. البعض قال ان هو عنده عروض سواء من الجزائر او من الخليج. وده رغم ان زوران من اسابيع بسيطه كان مجدد تعاقده مع النادي للموسم القادم. مين اللي جدد معاه؟ كابتن كان استاذ محمد مصالح، كان اثناء تواجد استاذ محمد مصالح. طب احنا عارفين ان كابتن او استاذ محمد مصلحي يعني موقفه من رئاسه نادي الاتحاد طبعا بعد ما هو قدم الاستقاله بتاعته، هو مصر على الاستقاله. هو تطورات الاستقاله، هو استاذ محمد لا يزال متمسك بيها. حصل امس عقب صلاه الجمعه بمقر النادي بالصبي، ساده اعضاء مجلسي الشعب والشيوخ اجتمعوا في النادي مع مجلس الاداره. المفروض ان هم اجروا اتصال وهم موجودين السيد الوزير دكتور اسف صبحي، وان في ميعاد هيجمعهم يوم الاثنين مع السيد الوزير لبحث سبل دعم نادي الاتحاد السكندري، خاصه من الناحيه الانسانيه. واللي دي يعني عايز اقول لحضرتك ان ده السبب الرئيسي في استقالة الاستاذ محمد مصطفى. ما هو كان المجلس كله بيقول ان الانشاءات يبتدي العمل فيها بشكل كويس وفقا لوعد الوزير، كان اجتمع معاهم في رمضان الماضي وعدهم ب 20 مليون جنيه لدعم انشائي للفرع الجديد، وهم كانوا هيبتدوا يتسوقوا عضويات تسويق مول سور النادي، فده كان هيحل الازمه الماليه، لكن هم فكوا الاسبوع الماضي بارسال 900,000 جنيه فقط. يعني الموضوع اداري ومالي اللي ليه علاقه يعني بالاسباب اللي دفعت كابتن مصلح ان هو يستقيل. مالي اكتر منه حاجه ثانيه. طيب انا اشكرك شكرا جزيلا هاني العوضي. طبعا بنتمنى ان ازمه فريق اتحاد السكندري او نادي الاتحاد السكندري ان هي تتحل، كابتن مصلحي يرجع ويتراجع عن الاستقاله، وكابتن مدير الفني لنادي الاتحاد زوران ان هو يكمل مع النادي. طيب وانا طبعا بحب يعني الاتحاد السكندري بشكل شخصي، يعني عشان انا حد اسكندراني، فاتمنى ان كل مشاكل الاتحاد السكندري تتحل.